برنامج الزائر الدولي برنامج كبير وتعاون كبير بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، يمكن لأكثر من 80 سنة مثلنا فيه أكثر من 3000 مثلا و200 مصري، وكان أبرزهم يعني سيادة رئيس السادات سنة مزبوط. 66. فإحنا بنتكلم في برنامج محترم بيخرج ناس بشكل مختلف خالص بيوصلوا لأعلى المراكز وصولا لمركز يعني رئاسة الجمهورية شخصيا، وهو يعني المنصب الأرفع. إحنا بنتكلم في اختيارات ومعايير صعبة قوي علشان حد يقدر يتقدم، وفي الآخر بيطلع بمكاسب كتير جدا. احكي لي الحكاية بقى كلها. هو البرنامج الأول ميرسي لاستضافتكم ليا. البرنامج أساسه بالترشيح، فهو أنا تم ترشيحي من خلال السفارة الأمريكية، بعتولي في شهر مارس اللي فات إن أنا تم ترشيحي إن أنا أمثل مصر في برنامج ليه علاقة بالصحة النفسية. وبعديها تم عملية بقى البروسس بتاعة الاختيار، إن حصل انترفيو، كلموا معايا حد ممثل من السفارة وحد من أمريكا علشان يشوفوا شغلي ويعرفوا انا بشتغل في ايه وبعمل ايه، وبناء عليه ردوا عليا اخر السنه ان انا تم اختياري انا ونشوى ان احنا هنمثل مصر في برنامج الصحه النفسيه. وهو على فكره برنامج مع انه بقاله 80 سنه دي اول مره يعملوا حاجه عن الصحه النفسيه، يعني عملوا في مجالات تانية بس ده كان اول مره يعملوا برنامج عن الصحه النفسيه. بس وسافرنا فعلا، تم اختيارنا فعلا وسافرنا حضرنا البرنامج في يناير في الولايات المتحده. عظيم. وصلت خمس ولايات مظبوط على ما اعرف. طيب ده شيء جميل جدا. حاجة مهمة عايز اتكلم فيها مع حضرتك وهي الصحة النفسية للشباب. ايه هي العوامل المؤثرة في صحة الشباب النفسية؟ سواء بقى هنقارن دلوقتي، انت سافرت الولايات المتحدة الأمريكية، فعايزين نقارن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وعالمنا العربي. هو طبعا في حاجات، ودوت كان دايما من النقاشات اللي احنا بنحاول نشوفها، يعني ايه الحاجات اللي متماثله، فشايفين ان في حاجات مشتركه جدا الشباب بيمر بيها حوالين العالم، ولقينا ان في حاجات متماثله جدا من اللي احنا بنشوفها هنا في شباب بنشتغل معاه وقابلناها برضو مع المتخصصين هناك، زي مثلا تاثير السنتين بتوع الكورونا على السن الصغير بالذات الشباب بتوع فتره المراهقه الاعدادي وثانوي، من اكتر الناس اللي احنا شايفين ان هي اتاثرت بالفتره ديت ورجوعهم تاني للحياه الدراسيه، ولأي مدى قعدتهم سنتين في البيت ممكن يكون اثر على قدراتهم وعلى المهارات الاجتماعيه بتاعتهم مثلا، وقدراتهم على التعامل مع الجو بتاع المدرسه. في حاجات طبعا ليها علاقه بالقلق والاكتئاب، في حاجات ليها علاقه بالسوشيال ميديا وقد ايه الشباب بيقضي وقت قدام الشاشات، ودوت بيأثر ازاي على صحته النفسيه وعلى ثقته بنفسه وعلى قدراته على التعامل مع الاخر. اعتقد العوامل المشتركه في حاجات كتير قوي كانت مشتركه. التأثير بقى، التأثير، هل التأثر الشباب العربي نفس تأثر الشباب في الولايات المتحدة؟ يعني مش هقدر أتكلم بشكل عام جدا لأن دوت هيحتاج إن نبقى عشان نتكلم فيه يبقى فيه أبحاث كافية، بس من ملاحظتنا إحنا ما حسيناش إن الاختلافات زي ما كان الواحد متخيل، يعني حسينا إن في مساحة للحاجات المشتركة أكتر بكتير. طيب دايما بنيجي نتكلم ونقوم قايلين إن الصحة النفسية بيحصل فيها قلق كده لما بنيجي نتكلم عن ان ناس قاعده في البيت ومنغلقه ومش عارفه تتعامل. في ناس بقى بيحصل لها حاجه تانية مختلفه، بتبقى ورا الشاشه شخص شديد الثقه بنفسه، شخص عنده اقدام، شخص عنده القدره على توصيل المعلومه بعكس المواجهه بين الناس. ولا درسنا بقى الحاجات اللي بتقدر تغير في الشخصيه قوي، ازاي شخص بيبقى اتنين في نفس الوقت وده موجود في كل الأماكن بشكل واحد ولا بيختلف من عالم أكثر تقدما وأكثر استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي ولا؟ طبعا لو احنا بنتكلم على الناس اللي بتستخدم الوسائل التواصل الاجتماعي اللي حضرتك بتقوليه دوت حاجه كومن جدا في كل مكان، يعني انه انا في الاخر حته ان انا مستخبيه ورا الشاشه زي ما بتقولي بتديني شويه جرأه كده ان انا مش محتاجه اواجه. وبالعكس ده ساعات بنلاقي ان الشخص اللي بطبيعته عنده مشكله في الثقه بالنفس، عنده مشكله في العلاقات الاجتماعيه، ممكن يلاقي فرصه في السوشيال ميديا ان انا بقى ايه اطلع كل الكبت اللي جوايا او اوري حاجه عكس تماما شخصيتي علشان محدش عارفني محدش شايفني. لو في الاخر في اي وقت حبيت اهرب من النقاش هعرف اهرب، ابسط حاجه هعمل للشخص بلوك. فبالعكس ده كل ما كان الشخص عنده ممكن يكون عنده تشالنجز او عنده تحديات في مهاراته الاجتماعيه كل ما دوت ممكن يبان اكتر في الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. ان انا اخش يعني مثلا لو انا شخص عندي مشكله في الثقه بالنفس ممكن يبقى في احتماليه اكتر ان انا اخش اقعد
انتقد في كل الناس بالظبط واشتم في كل حد بيعمل حاجه، واي حد يبقى ناجح ممكن ابقى عايز انتقد دوت واتنمر عليه واقول عليه كلام وحش. واحنا بنشوف تبقى حاجه مفيش اي حد حاطط صوره بسيطه جدا، حد ناجح حاطط انجاز، ممكن حد يخش يقول وده ايه وايه لازمته والكلام دوت، غالبا بيبقى تعويض لحاجه انا شخصيا بعاني منها وجات لي فرصه ان انا اعبر عنها باي طريقه.